جلسة مهمة لا يمكن احنا نغفلها او نتجاوزها، وهي اولى جلسات الحوار الوطني الاقتصادي، بيناقش طبعا عدد من القضايا والتحديات الاقتصادية في المقام الاول، فكرة الاسعار، ارتفاع معدلات التضخم، السياسات النقدية، الاستثمار، الحماية الاجتماعية، كل هذه العناوين العريضة. انا معايا الاستاذ جمال الكشكي، الكاتب الصحفي وعضو مجلس امناء الحوار الوطني. مساء الخير واهلا وسهلا بحضرتك في الخلاصة. مساء النور على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. خلاصة اليوم الأول وأبرز ما دار وما تم مناقشته من عناوين. يعني النهاردة يعني أحدثك وأنا داخل الجلسة، الجلسات مستمرة منذ الساعة 11 صباحا، تناولت موضوعات كما ذكرتي التضخم وغلاء الأسعار، أيضا الإنتاج سواء في الاقتصاد أو في السياحة أو في الصناعة أو في الزراعة، وأيضا يعني تبدأ الآن جلسة تتعلق بالسياسة السياسات النقدية. لكن خلينا نقول أنه يعني هناك شبه إجماع من كل الحضور على التوصل بالفعل إلى نتائج ومخرجات وتوصيات من شأنها المساهمة في حلحلة الأسعار وخفض الأسعار ووضع يعني طرح مبادرة لضبط هذه الأسعار، خاصة المجموعة السلع الحيوية للمواطن زي العيش زي الدواجن زي الألبان زي البيض زي الأرز، يعني الأدوية حتى للأمراض المزمنة التي تتلامس ويعني يعني تتقاطع مع حياة المواطن بشكل عام، هذا فضلا عن التركيز على مظلة الحماية الاجتماعية خاصة تكافل الغرامة يعني والبحث عن تطوير وتفعيل آليات يعني تتعلق بالسلع بدءا من المنتج وصولا للمستهلك، الاختناقات في سلاسل الإمداد وغيرها. عفوا، حتى يعني هذا بالإضافة إلى يعني الانتقال لقضية التضخم ويعني وصولا إلى قضية الإنتاج وأهمية دفع محفزات كبرى في سواء في السياحة أو في الزراعة أو في الصناعة والاستثمار وغير ذلك. وبالتالي هنا كانت على مدار هذه الساعات الماضية كانت هناك يعني جلسات ساخنة مهمة، نقاشات واسعة ثرية جدا اتسمت بالعمق، يعني كانت الجلسات والنقاشات عميقة بشكل كبير جدا للغاية، لأنه يعني كان المشاركين من المتخصصين وأهل التخصص بشكل واضح وصارم ومباشر، وبالتالي يعني ربما تكون الأيام القليلة المقبلة تشهد يعني نتائج تتمثل في ثمار تصب في مصلحة المواطن. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، نورتنا في الخلاصة. الحقيقة طبعا جلسات مهمة وهنترقبها على مدار الأيام القادمة، خصوصا المرحلة القادمة أو الخطوة التالية لما بعد النقاشات المثمرة العميقة، دخولها حيز التنفيذ، دخولها أو مناقشتها في الإطار التشريعي، كل ده هنترقبه مع حضراتكم ونوفيكم دايما أكيد بآخر وأهم التفاصيل والأنباء.